في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. وصلنا إلى مصر الحبيبة، أرض الكنانة، مصر الجميلة اللي مشايخها حفظونا كتاب الله سبحانه وتعالى. وصولنا إلى مصر كان محطة ترانزيت وراحة لفريق العمل، ولكن استغلينا وجودنا في مصر لنسلط الضوء على بعض حفظة القرآن الكريم المتميزين. الطفل إبراهيم أدهم من مصر، عمره 7 سنوات، من منطقة فقيرة وبسيطة، المعيشة فيها صعبة حقيقة في مصر، اسم المنطقة المرج. إخواني معي من فريق العمل من مصر يقولون: يا فهد، جبتنا هالمنطقة هذه، إحنا المصريين ما شفناها. هذا الولد تبارك الرحمن حفظ القرآن الكريم كاملا، ولم يبقى له إلا البقرة وآل عمران حتى يحفظ القرآن. حفظ القرآن عن طريق سماع الأشرطة تبارك الرحمن. الآن ما شاء الله كم تحفظ من القرآن يا إبراهيم؟ لحد سورة النساء. ما شاء الله ما شاء الله. كيف اكتشفت هذه الموهبة؟ كيف اكتشفت ان ابنك بعمر صغير، اعتقد 2.5 سنين، انه يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ والله حضرتك كنا بنصلي المغرب، يعني جهر، فانا ووالدته كده، فكان هو بيلعب ورا مننا احنا وبنصلي. بعد ما فرغنا من الصلاة بص امه لاحظت انه بيقرا قران. وانا سمعتهم بقى بيقرا في سوره الاخلاص. نعم. فروحت سمعتها منه، بعد ما خلصوا صلاه لاني ابي بقول بسم الله الرحمن الرحيم وبقرا في سوره الاخلاص. مجرد ان اسمعها احنا وبنصلي. نعم. فبتقول لي: استاذ ابراهيم حفظ سوره الاخلاص؟ قال لي: مين اللي حفظها لك يا ابراهيم؟ قلت له: انا سمعتها منكم ورحت حفظتها. فعشان كده أبي قال لأمي اهتمي بيه وقرأي القرآن وكده. ما شاء الله. فعلى طول كل يوم تحفظوا سورتين ثلاثة. نعم. من الـ3 سنين كان خلص 7 أجزاء. ما شاء الله. ففي شيخ هناك قال لي: لا، ده أحكامه ضايعة خالص. نعم. فطبعا زي ما تقول جاتني حالة إحباط في المكان اللي احنا ساكنين فيه، ما كانش فيه محفظين. نعم. وحاولت بقدر الإمكان أجيب له محفظ، ما عرفتش. حالة المادية ساءت. طيب أبي شيخ لابني حفظ القرآن، لو أي واحد منا، لو أي واحد من الشباب ولا واحد منكم أنا شاهدنا، تحوش حالة من الإحباط واليأس، إنه خلاص دامني ما لقيت شيخ خلاص ابني لا يحفظ القرآن، أنا عملت كل اللي علي. لا، أبو إبراهيم راح ابتكر شيء آخر، قال: لا، أنا ما أقدر أجيب شيخ، على الأقل عن طريق الموبايل أسمع المشايخ في إذنه ويبدأ يحفظ عليهم، لأنهم قراء متقنين، يحفظ عليهم القرآن ويستمر معه حتى يعني ينتهي من كتاب الله سبحانه وتعالى. لأنني لا أؤيد أن يحفظ أي شخص القرآن بدون شيخ متقن، لكن تفاجأت أن إبراهيم هذا الطفل يحفظ القرآن بدون شيخ. فجلست مع والدة، تبين لي أن والدة لا يستطيع أن يتحمل تكاليف الشيخ المتقن. اتفقت أنا وفريق عمل مسافر مع القرآن مع والدة بإذن الله تعالى أن نتكفل بتحفيظ القرآن الكريم كاملا عن طريق شيخ متقن.
باليوم الواحد، ما هي الكمية اللي يحفظها؟ والله باليوم الواحد، في اليوم الواحد يعني زي ما تقول حسب ما تهيأ له الجو، على حسب الظروف. حسب الظروف. طيب. يعني لو هو تقريبا يعني. تقريبا يعني ممكن صورة في اليوم، يعني أنا على ما أذكر حفظ صورة الأحزاب في 5 ساعات. ما شاء الله تبارك الرحمن. الحمد لله. صورة الأحزاب كاملة. بسم الله ما شاء الله يعني هو. ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا للتنويه، لما نتكلم عن صورة الأحزاب، هو الإنسان إذا أراد أن يحفظها أقل شيء يحتاج 4 أيام أو 5 أيام حتى يحفظها. طيب باليوم كم يراجع إبراهيم؟ اليوم ممكن 4 أجزاء 5 أجزاء يراجع حسب. بس أيام المدرسة يعتبر. طريقة المراجعة إيش؟ على السماعات والتليفون. العجيب في قصة الطفل إبراهيم أن والده حبب إليه حفظ القرآن، استخدم معاه جميع الأساليب اللي تحفزه وتشجعه أنه يحفظ القرآن. شوفوا معي شلون والده شجعه لحفظ القرآن. انت بدات معاه الان، يعني اول خطوه للتشجيع عملتها ليه ان عملت له المرجيحه المتواضعه هذه البسيطه. طبعا احنا قاعد نتكلم عن المرجيحه اعزائي المشاهدين، المرجيحه يعني ابسط مما تتخيلون. سعد بيفسحني ويركبني على الدواجة اللي هي العجلة. هو طبعاً غير المرجيحة، غير الدراجة تحطها على كتفك. بحطها على كتفك. وين تودي لما تحطها على كتفك؟ لما يكون رايح المدرسة، لما يكونوا خارجين فسحهم. إحنا رايحين المدرسة يروح يشني على كتفه وامسك التليفون واروح أقول معاه وهو يمشي بيا لحد ما نوصل الدقيقة وانزل. ما بخلوش يمشي عينه تلتفت لأي حاجة في الشارع، عن عيل بيلعب، عن عيل بيشتم عيل، أو ألفاظ خارجة، لا. فأنا بلهيه عن ده كله، بخليه يركز في القرآن، بيحفظ القرآن، ما بخلوش ينتبه لأي حاجة مخلة في الشارع. ما شاء الله إبراهيم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أكتافك هذه تشهد لك يوم القيامة أنك أنت عن طريقها حفظت من كتاب الله سبحانه وتعالى. على الكتف وفي الدراجة والمرجيحة، كل هذه الوسائل اخترعوها الأب والأم حتى يشجعوا هذا الطفل. بالنهاية هو طفل بدأ وعمره 2.5 سنين بحفظ القرآن، والآن عمره 7 سنوات يريد أن يلعب ويتفسح. ليش هذا كله؟ يعني أعتقد في تعب عليك، ليش استخدمت كل هذه الوسائل إنك تحفظ؟ أولاً يعني الحاجتين، الحاجة الأولانية إن يعني اللي حفظ القرآن له ألبس الله تاج الوقار يوم القيامة، أقل ياقوتا فيه بالدنيا ومن عليها، أقل ياقوتا فيه. تاني حاجة، في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا ينقطع عمل ابن آدم إلا من 3. من ضمنهم ولد صالح يدعو الله أكبر. فأنا أتمنيت يعني من الدنيا وكل أمل في الدنيا إن أسيب ورايا ذرية تدعي لي مش تدعي علي. ما شاء الله تبارك الرحمن. إيه رأيك اختبرك في القرآن؟ جاهز ولا نص ونص؟ جاهز إن شاء الله؟ إن شاء الله. يلا اختبرك في القرآن. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أكمل. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَسِيقَ الَّذِينَ
اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. كثير من الناس يعني يقول لي فهد انت لما تروح لان هذه المناطق فقيرة لانهم يعني هم فقراء فما عندهم شيء يحفظون القرآن. انا اقول لك بالعكس، اليوم لأن إذا هم فقراء الأب يتعب والأم تتعب ولا يرجعون إلا متأخر إلى البيت ولا يستطيعون أن يحفظون أبنائهم القرآن، بل هم صعب عليهم تحفيظ أبنائهم القرآن، وإحنا كل شيء متوفر عندنا ونهمل أبنائنا ولا نحفظهم كتاب الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعلم أن السعادة الحقيقية والبركة في الدنيا والآخرة هي كتاب الله سبحانه وتعالى. سألت الطفل إبراهيم شنو حلمك وشنو طموحك؟ قال والله أنا حلمي أبي لابتوب أحفظ عليه القرآن الكريم. سبحان الله، حتى أحلامه متعلقة بحفظ القرآن. والله يا ريت يا إبراهيم تكون قدوة لأولادنا. بدأت رحلتها مع القرآن وعمره 4 سنوات. تبارك الرحمن، انتهى من حفظ القرآن الكريم كاملاً بعد 3 سنوات. الأغرب من ذلك أنه بدأ يحفظ القرآن وعمره 13 عاماً بإجازة من الأزهر. فعلاً إنه حافظ من الطراز الخاص، إنه الشيخ أحمد سمير. أطوي به درب البعيد والخير فيه قلبي يزيد في حضرة الذكر الحميد والروح طابت في لقاه. في محافظة البحيرة منطقة كفر الدوار، يعني أعيش أجواء جميلة ورائعة في هذه المنطقة مع فريق العمل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم في رحلتنا، رحلة مسافر مع القرآن. الشيخ أحمد كيف حالك؟ بارك الله فيكم. طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك. أموركم طيبة. الله يبارك فيك. شيخ أحمد، 4 سنوات بداية في حفظ القرآن تكون صعبة على الطفل، يعني من وجهك أن تحفظ القرآن وأنت عمرك 4 سنوات شيخ أحمد؟ هذا يعني نتيجة طبيعية لأسرة أنت نشأت فيها تحب القرآن الكريم، لأن الطالب أو الطفل دائما يتأثر بمن حوله. نعم صحيح. دائما تجد الطفل عنده 5 سنوات ويجلس ليسمع أغنية أو يذكر لك اسم لاعب من لاعب الكرة. نعم صحيح. ما ذلك إلا لأنه تأثر بمن حوله. بدأت على الشيخ عبد الجواد. نعم. لكن انتقلت، حفظت عنده 10 أجزاء. نعم. لكن لضيق وقته انتقلت لشيخ الشيخ محمد عامر. نعم. وكان يحفظ طالبين فقط. نعم. إذا انتهى الطالبان من حمل القرآن الكريم. نعم. انتقل إلى غيرهما. نعم. لا يأخذ أكثر من طالبين. نعم. الشيخ محمد عامر كان لما رحنا له علشان يحفظ الشيخ أحمد كان له 4 شروط. أول شرط ليه أن لي ثواب الأبوة وهو له ثواب التحفيظ. تاني شرط قال أترك الدنيا خلف ظهرك وهيا بنا لنحفظ الشيخ أحمد القرآن. ثالث شرط أنه لابد يجي حافظ للكمية اللي هو بيديها له. رابع شرط أنه لو جه حافظ جه مش حافظ أكثر من 3 مرات ما يجيلوش تاني. هو كان حريص على أنه ياخد ثواب حفظ القرآن، لم يحصل على أي مقابل مادي نهائيا. كان شديدا للغاية. نعم. لكنها شدة في موضعها. نعم. شدة في موضعها فعلا.
نعم. فكان يعني أذكر أنني ذهبت إليه في الساعة السادسة مساء، ذهبت إليه في الساعة السادسة وخمس دقائق، وكان مقرر أن أذهب إليه في الساعة السادسة، فقال لي تأخرت عن موعدك فانصرف. الله، حقيقة الشيخ أحمد طبعا شارك يعني تقريبا أكثر من 70 مسابقة، صحيح شيخ أحمد؟ نعم كثير تقريبا. أنا حصلت بالمركز الأول على العالم الإسلامي في مسابقة القرآنية، نعم، في مسابقة القرآن وتفسيره، نعم، في سنة عام 2010 تقريبا. فين كانت هذه شيخ؟ في مصر هنا. نعم. وحصلت الثاني على العالم الإسلامي في مسابقة القراءات العشر بالكويت، نعم، عام 2007. شرفنا والله شيخ أحمد، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. وحصلت على المركز الثالث على العالم عام 1997 في مكة المكرمة، ما شاء الله تبارك الرحمن. وحصلت بفضل الله على المركز الأول على الجمهورية منذ عام 1994 لأن عام 2004، نعم، في مسابقة تنظمها المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية. كان لما الشيخ أحمد يحصل على المركز الثاني كان بيصاب بحزن رهيب، كان المركز الثاني بالنسبة له هو الرسوب الكامل. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد إن في جوف كتاب صنني من كل كرب إن في جوف كتاب صنني من كل كرب صنني من كل كرب صنني من كل كرب. كم عمرك بدأت بإمامة الناس؟ كانت الإمامة لها قصة يعني. نعم، بس صغير سن كنت. بدأ الشيخ أحمد بإمامة الناس وعمره 9 سنوات. سمعوا شنو يقول عن أول صلاة صلاها وهو يئم بالناس. ذات يوم كنت أصلي التراويح خلف فضيلة الشيخ كمال فتح الله. نعم. فبعد أن انتهى من أول 4 ركعات همس في أذني قائلا سأنصرف الآن لأمور فاجأتني. نعم. وأكمل أنت بعدي دون أن يخبرني. وانتهى من كم ركعة؟ 4 ركعات. نعم. وبقي 4. وكان قد انتهى من سورة الأنفال. نعم. فكنت وقتها لم أتعلم بداية الربع ونهايته. نعم. كنت في 9 من عمري. نعم. فالمفترض أنهم يصلون الركعة بربع. نعم. فحصلت الركعتين لأنهم يصلون بربعين فقط. نعم. بسبب عدم علمي بالأرباع فصليت الركعتين ب5 أرباع يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن. إيش حصل في المصلين ما شاء الله؟ لا اشتكوا من الإطالة و... ثم بعدها انتقلت إلى علم القراءات. متى بدأت؟ كم كان عمرك شيخنا تقريبا؟ بدأت علم القراءات وعمري 10 سنوات على يد فضيلة الشيخ كمال فتح الله. نعم. ثم توجهت إلى مشايخ كثر. نعم. منهم الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله وعبد الله. نعم. في الإسكندرية. نعم. هو أعلى القراء إسناداً إلى وقتنا هذا في وقتنا هذا يعني. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن
الله هو السميع البصير. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا شيخنا. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح. عبير الروح حين يفوح وباب الخير لي مفتوح، فيه يبوح فيض الروح عريج العشق بين الدوح. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان، وتسمو غاية الدنيا لكي نلقى رضا الرحمن. مع القرآن يحلو السير سنايا النور بالتفكير، على الأرواح بالتأثير فيه الخير القرآن للإنسان، على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان. من القرآن للإنسان على الآفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان.